اهلا بيكم وفيديو جديد على قناتنا شغل عقلك على يوتيوب. في البدايه نتمنى حضراتكم الاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا. فيديو النهارده فيديو تكميلي بدأناه من سلسله شرح الفريلانسر او العمل الحر. حضراتكم دخلتوا على القناه وجبتوا قوائم التشغيل. اول قائمه التشغيل هتلاقي فيها مجموعه فيديوهات شرح للفريلانسر. اول فيديو بيتكلم عن ازاي يعني ايه فريلانسر وازاي تشتغل وتربح عن طريق الانترنت، والفيديو ده بيتكلم عن جميع مجالات الفريلانسر اللي ممكن تشتغلها عبر الانترنت. تاني موقع حل لكم مشكله التسجيل في مواقع الفريلانسر وحل، وده ازاي تشتغل على اب ورك وتجيب فلوس من غير خبره مسبقه. بعد كده كان في ناس عندها مشكله كبيره في ان هي تقدم على وظايف اب ورك وازاي تكتب ايه في الكفر ليتر، فعشان كده حللها لهم بالفيديو ده. بعد كده كان في ناس كلمتنا انها ما عندهاش مهاره معينه، فقلنا لهم ازاي تكسب عن طريق كتابه المقالات عن طريق الري رايتنج طول او مواقع اعاده كتابه المقالات، وازاي تخليها مقالات فريده وبتعدي الكوبي سكيب او البلاجرزم تشيك. كمان في ناس عندها مشكله في اختبارات اب ورك، فقلنا لها ازاي تعدي اختبارات اب ورك بطريقه سحريه وعشان تكمل بروفايلك 100%. وحلينا كمان مشكله استلام الارباح عن طريق ازاي تستلم ارباحك من الانترنت عن طريق اب ورك وفريلانسر عن طريق سكرين. فيديو النهارده هنكمل فيه مجالات العمل الحر. كنا طبعا اتكلمنا في الاول عن مجال الكتابه، كتابه المقالات. بعد كده جات لنا ناس كتير اتكلمتنا عن ان احنا نشرح مجال الداتا انتري والترانسليشن. النهارده هنتكلم عن الداتا انتري. في البدايه هنقول لكم يعني ايه طبعا داتا انتري كتعريف، وازاي تشتغل داتا انتري او وظيفه مدخل البيانات وتنجح فيها، وايه هي المهارات المطلوبه لادخال البيانات، كمان انواع وظائف ادخال البيانات، واهم المواقع اللي تعمل بيها كمدخل بيانات، مميزات وعيوب وظيفة مدخل البيانات. وفي آخر الفيديو هنشرح لكم وظيفتين كمدخل بيانات على موقع أبورك ونقول لكم مميزاتهم وعيوبهم. مدخل البيانات هو الشخص المسؤول عن تزويد النظام اللي بيشتغل عليه بالبيانات اللي النظام من غيرها ملوش أي لازمة. والمقصود هنا بالنظام هو برنامج يعمل على سطح المكتب أو موقع، يعني مثلا برنامج الأوفيس أو الوورد إكسيل باوربوينت أو غيره أو أكسس، أو ممكن يكون موقع بيشتغل على الشبكة العنكبوتية أو على النت. مدخل البيانات قد ينتج أو يكتب أو يؤلف هذه البيانات اللي بيدخلها للنظام، أو ممكن يحصل عليها من جهة أخرى عن طريق مثلا كوبي بيست، والجهة الأخرى دي ممكن تكون أشخاص أو كتب أو مواقع على الشبكة العنكبوتية أو أي مصدر آخر للبيانات. الهدف من تغذية النظام بالمعلومات دي إن النظام من غيرها ملوش أي لازمة لأنه مش هيشتغل، وتعتبر بالتالي تعتبر وظيفة مدخل البيانات من الوظائف المهمة جدا في عالم الأنظمة اللي بتعتمد على البيانات لتنفيذ عملها. ايه هي المهارات المطلوبه في مدخل البيانات؟ اول حاجه السرعه في الكتابه، ودي من غيرها ودي تعتبر اهم المهارات اللي يجب ان تتميز بها مدخل البيانات. كلما كان سريع في الكتابه تمكن من ادخال كميات كبيره من البيانات في فتره زمنيه قصيره، وبالتالي يساهم في انجاز العمل بشكل افضل. المهاره الثانيه هي الاهتمام بالدقه في العمل، ودي طبعا من المهارات الاساسيه في شخصيه مدخل البيانات، لان واجب عليه ان يكون دقيق وواثق من انه دخل البيانات بطريقه صحيحه، لأن من الواجب على مدخل البيانات ألا يقع في أي خطأ أثناء عمله. تالت مهارة لازم أن يكون ملم ببرنامج الأوفيس. رابع مهارة لازم أن يكون ملم بالبرنامج المستخدم لإدخال البيانات، زي مثلا برنامج محاسبي أو البرنامج اللي الشركة بتديهولك عشان تشتغل عليه. النقطة اللي بعد كده هنتكلم فيها أنواع وظائف إدخال البيانات. توجد طبعا أنواع كتيرة من وظائف إدخال البيانات، زي مثلا وظيفة إدخال الكباتشا أو وظيفة كوبي بيست أو سيرفي فورم، أو إنك تملى استطلاعات رأي، أو إنك تعمل وظيفة كتابة عادية، أو إنك تملى نماذج، أو إنك تعمل تصحيح لغة، ودي بتحتاج لغة عربية قوية أو لغة إنجليزية قوية. كمان كنت ممكن تحول نص مكتوب في صورة إلى نص على صفحة وورد. أهم المواقع اللي ممكن تشتغل من خلالها عن طريق الداتا انتري. لازم تعرف ان الفيديو ده في البدايه شرح لك مجال ادخال البيانات سواء كنت تشتغل في شركه او حتى تشتغل فريلانسر. من اهم المواقع اللي ممكن تشتغل عليها كداتا انتري هو موقع ابورك، والموقع ده شرحناه في فيديوهات متكامله عن طريق مثلا شرح ازاي تسجل فيه وازاي تعدي اختبارات ابورك وازاي تستلم ارباحك من ابورك. لو انت عايز موقع تاني في موقع اسمه فريلانسر او موقع فيفر. لو انت عايز نسخه عربيه من المواقع هتلاقي موقع خمسات. مميزات وعيوب شغل الداتا انتري. المميزات والعيوب دي هتبان في الامثله اللي جايه، ولكن عايز اقول لك اهم مميزات شغل الداتا انتري هو ان هو مش محتاج مهاره كبيره قوي، ولكن انت بس عايز تكون بتعرف تستخدم الكمبيوتر والاوفيس
علشان كده ممكن تبدأ تشتغل من النهاردة وتحقق منه دخل مادي. عيوبه: أحيانا بيبقى العائد المادي بالنسبة لكمية الشغل المطلوبة ضعيف شوية، ولكن العيب الأهم هو إن المنافسة في المجال ده كبيرة جدا جدا، وهنشوف المثال اللي هنقوله دلوقتي. اهلا بيكم. ده مثال على جوب داتا انتري على ابورك. الجوب هنا بيقول لك از اس اس ال سيرتيفيكت وركينج ولا لا. عنده 1130 سايت ويب سايت، عايز يعرف اللي هي الفانكشن اللي هي الاس اس ال دي شغاله ولا لا. انا عن نفسي مش متخصص في البرمجه او غيره، فعلشان اقول لك يعني ايه اس اس ال او غيره، تعالوا بس نشوف شويه معلومات كده. هنا العميل عنده فيريفايد بيمنت ميثود، واخد تقييم 5 من 5، وعمل 121 وظيفة، وهاير ريت 88%، وصرف حوالي 30,000 دولار على اب وورك. الوظيفة بيقول ان I have a list of 1130 ويب سايت I need to know if SSL is working or not. يعني انت تخش على الويب سايت وتشوف هل هي موجودة HTTPS ولا موجودة HTTPS. ولو هي HTTPS، شايفين يا شباب زي الفيسبوك كده موجود HTTPS، انت كل اللي عليك تعمله هتفتح الويب سايت في صفحة جوجل وتشوف هل موجودة HTTPS ولا HTTP. وكمان في نقطة تانية في الجوب هو بيقول عليها، شوف هنا بيقول لك لو هي HTTPS هتلاقيها موجودة showing as gray or green. HTTPS اللي هي موجودة زي كده اهي، هل هي green ولا gray ولا green؟ ده مثال. الجوب دي بوستد على 21 دقيقة من ظهر 20 دقيقة. دي بقى عيوب جوب الداتا انتري، هتلاقي هنا كام مقدم فيها من 15 ل 20 واحد، عشان كده فيها منافسة كبيرة جدا جدا. ده مثال تاني يا شباب لجوباية داتا انتري على اب وورك. هنا الجوب بوست من 20 دقيقة، قدم فيها زي ما قلت لحضراتكم كده، هنشوف في الآخر قدم فيها كام. هو لسه حاطط في الأول هتطلع بادجت 20 دولار كبادجت. هو هنا عنده لستة عايز يعمل كوبي بيست لستة شركات من ويب سايت لورد دوكمنت، عنده مديك اللينك، عايز مديك اللينك بتاع الشركات، وعايز يعمل بيقول لك اتس سيمبل كوبي بيست لينك تاسك، دي كوبي بيست جوب يعني، عايز يعملها خلال 18 ساعة، عايز يعمل التيرن اوت تايم بتاعها خلال 18 ساعة. بيقول لك انا ممكن اقسم الشغل ما بين واحد او اتنين او تلاتة. ماشي، دي ده اللينك اللي فيه مجموعة الشركات بتاعته. تعالوا ندوس على اللينك كده يا شباب ونفتح ونشوف كمية شركات. هو عايز يعمل فيها ايه؟ عايز يعمل كوبي بيست للكمباني نيم او اسم الشركة، اللوكيشن والسامري والايميل. هنا بقى زي ما قلت لكم هنا مقدم فيها من 10 ل 15 واحد. تمام، تعالوا بقى نفتح شباب هنا الوقت بتاعها 21 دقيقة، مقدم فيها من 10 ل 15 واحد. زي ما قلت لكم دي أهم عيوب شغل الداتا انتري، إن هو فيه منافسة كبيرة جدا جدا. تعالوا نفتح اللينك يا شباب ونشوف الليستة بتاعت الشركات اللي هو عايزها. دي مجموعة الشركات اللي هو محتاجها يا شباب. هو محتاج الليستة دي كلها، تعمل كوبي وبيست للاسم والايميل والسمري واللوكيشن بتاع كل شركة. تعالوا نفتح كده على سبيل المثال الشركة دي، ده اسم الشركة اهو، انسر كولابريشن، هناخد كوبي في صفحة وورد طبعا هنشيل الجزء ده رقم واحد اللي اسم الشركة، هنكتب قصاده كده company name. ده اللوكيشن بتاع الشركة اهو، يونايتد ستيتس او وينتر جاردن فلور يونايتد ستيتس، هناخد برضو كوبي وبيست في صفحة الوورد بتاعتك اللي انت عملتها. هنا هناخد الايميل اهو كوبي وبيست، لان هو عايز الكمباني نيم واللوكيشن والويب سايت تمام والسمري بتاع الشركة. هنا الويب سايت بتاع الشركة وده ايميل الشركة. احنا عشان كده هنخش على الكلمة نيكس دي ونشوف الشركة اللي بعد كده هنجيب لكم منها كل المعلومات بتاعتها. هنا طبعا موجود عندك اهو
الشركة، اسم الشركة والبوزيشن بتاعها أو اللوكيشن بتاعها والموقع بتاعها وكمان السمري بتاعها، بغض النظر إن إحنا هندخل فيه صفحة وورد، ولكن إحنا ممكن نتخطى الخطوة دي ونقول على طول نشرح لكم الوظيفة إن إحنا هنعمل كوبي بيست للحاجات دي كلها. بص يا شباب، عشان أخلي الفيديو مختصر بالنسبة لكم، أنا عملت أول شركة أهي، عملت النيم واللوكيشن السمري بتاعها والويب سايت بتاعها في صفحة وورد. تعال نرجع بقى تاني للجوباية بتاعتنا، دي طبعا شركة واحدة من الشركات اللي هي مطلوبة. تعال نشوف بقى كمان في كام شركة مطلوبة يا شباب. بص يا شباب، تعالى كده ندخل على الليست بتاعته بقى، نشوف الويب سايت بتاعه هو عليه كام شركة. عدوا معانا يا شباب، طبعا مترتبة فوق ترتيب أبجدي أهو. بص بقى، كل دي الشركات اللي هو محتاجها حاطط لها بادجت $20. كل ده احنا لسه في حرف الإيه، دخلنا على حرف البي سي وهكذا. تخيل يا شباب ده العدد اللي هتعمله كل الشركات دي انت محتاج تعملها. لسه في حرف الاتش، حرف الاي، حرف ال، خلاص وصلنا، وحرف الام. تخيل يا شباب العدد ده ممكن يوصل قد ايه. بص يا شباب، كل ده لسه الشركات ما خلصتش. تخيل يا شباب كل الشركات دي وحاطط لها بادجت $20. عشان كده بقول لكم شغل الداتا انتري يبقى شغل افضل ما فيه ان هو مش محتاج مهارة كبيرة، ولكن اسوأ ما فيه ان هو بيبقى فيه منافسة كبيرة، بتقدم ناس كتيرة على الجباية، وكمان بيبقى احيانا العائد المادي بتاعه ضعيف، لانه ممكن يبقى مقدم شركات عايز شركات كتيرة اوي زي كده، ويعمل ايه، ويعمل بادجت قليلة جدا جدا. اشكركم شكرا جزيلا. لو عندهم اي استفسارات على شغل الداتا انتري يا ريت اشكركم شكرا جزيلا، ويا ريت لو عندكم اي استفسار عن شغل الداتا انتري سواء كفريلانسر او سواء كشغل في بعض الشركات داتا انتري، اكتبوه اسفل الفيديو وانا هرد عليكم ان شاء الله. منتظر ان شاء الله خلال النهارده او بكره مجال الترانسليشن، وبعده مجال الفويس اوفر او التعليق الصوتي، وبعد كده مجال التفريغ الصوتي الترانسكريبشن، وازاي تكسب من المجالات دي عشان نكمل سلسله العمل الحر. اشكركم شكرا جزيلا.